تأملات في صورة العصر، تأملات في صورة العصر. نتناول هذا العنوان مع حضراتكم من خلال عنصرين فقط. أولا عظم صورة العصر، ثم ثانيا بعضا من التأملات في صورة العصر. فأقول مستعينا بالله عز وجل، أولا عظم صورة العصر. صورة العصر هي قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صورة العصر ما هي إلا ثلاث آيات فقط في كتاب الله عز وجل، ومع صغر حجمها ومع قلة آياتها فهي سورة عظيمة. عظم سورة العصر أنها من كتاب الله، أنها سورة من كتاب الله، عظمها أنها كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عظم سورة العصر أنها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وردت ضمن القرآن الذي أظهر الله به النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلائق، وصار القرآن إلى يوم القيامة هو المعجزة الباهرة على سائر المعجزات. معجزة أو عظم سورة العصر أنها شهد لها غير المسلمين قبل الإسلام. عمرو بن العاص قبل أن يسلم التقى بمسيلمة الكذاب وفد إليه وتحدث معه، فسأله مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في قريش؟ فقال له: نزلت عليهم سورة. عمر عمرو بن العاص لم يكن على الإسلام. قال: نزلت عليه سورة قصيرة إنها بليغة. قال: وما هي؟ قال: نزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمكث مسيلما أنيا، يعني انتظر شوية وفكر ونظم أفكاره وأتى بأفضل ما عنده. فقال له: وأنا يا عمرو أيضا أنزل علينا. مدعي النبوة. قال: وأنا يا عمرو أيضا أنزل علينا. قال: هات ما عندك. ايه اللي نزل عليك من الوحي؟ قال له وهو يصف حيوان اكبر من القطه بقليل اسمه الوبر. فقال: يا وبر يا وبر، لك اذنان ولك صدر وساعدك حقر النقر. كلام هزيان، هزيان منه. هل هذا وحي من الله عز وجل؟ يا وبر يا وبر، لك اذنان وصدر وساعدك حقر ونقر. ليس له معنى غير انه يصف حيوان. فقال له: ما رايك يا عمرو؟ ايه رايك في هذا الوحي الذي انزل عليه؟ عمرو بن العاص هو على غير لسان. قال له: يا مسيلمة، والله انك لتعلم انني اعلم انك كذاب. انظر الى عظم القران وجلال القران. القران معجزه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا الله عز وجل البلغاء أن يأتوا مثل هذا القرآن، أو يأتوا بعشر سور، أو يأتوا بسورة، أو يأتوا بآية، لكنهم عجزوا عن ذلك. وهذا هو عظم القرآن، وهذا هو عظم سورة العصر. سورة العصر الإمام
لوسعته. صورة العصر بس. يقول لك لو فكرت فيها، لو مشيت على اللي فيها، على نفس الهدي والطريق والدلالات، ده فيك. انت مش عايز حاجة تانية. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون مع صورة العصر أنهم إذا انطقوا وأرادوا أن يتفرقوا أعرضهم على بعض صورة العصر. شوف أهمية الصورة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صورة بسيطة اللي إحنا كلنا حاسينها صن منذ النعومة للأصابع. يقول لك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقابلوا مع بعض وهم ماشيين قبل ما يتفرقوا، يقرأ بعضهم على بعض صورة العصر. ليه؟ لقوله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كأنهم يذكرون بعضهم بعض بأسباب السعادة وأسباب النجاة في هذه الدنيا. فكانوا يقربون على بعضهم على بعض. ولذلك تلاقي بعض الفضلاء يقول لك في آخر المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يقول لك والعصر إن الإنسان لذا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا؟ اقتداء بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له لهذه الآية وتذكيرا لمن معه بأسباب السعادة وأسباب النجاة في هذه الحياة الدنيا. هذا أولا. أما ثانيا بعض معاني سورة العصر، وهي تبدأ بقوله تعالى والعصر. والعصر هو قسم من الله عز وجل، والله عز وجل لا يقسم إلا على ما أراد له التوكيد. بعد القسم من الله عز وجل لازم تعرف أن في حاجة مهمة هي بعد القسم، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى قسم، لكنه إذا التوكيد لما بعده. قال والعصر، أقسم الله عز وجل بالعصر، والعصر اختلف فيه المفسرون ما بين كونه المقصود به صلاة العصر أو ما بين قولها ما بين كونه حب يعيشها الإنسان. والراجح من أقوال المفسرون أن العصر هو الزمان، هو الدهر، هو الوقت الذي نعيشه بما فيه من ليل ونهار ومن تقلبات الأحداث. أقسم الله عز وجل بالعصر، والله عز وجل يقسم بما يشاء للمخلوقات. قسم الله عز وجل بالمخلوقات هو تشريفا وتعظيما لهذه المخلوقات وللدلالة على أهمية المقسم به. ما دام الله عز وجل أقسم بالزمان وبالعصر، هذا فيه دلالة على أهمية الزمان وأهمية العصر. أما نحن إذا أردنا أن نقسم فلا نقسم إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وقوله إذا كنت حالما فاحلف بالله. أقسم الله عز وجل وله أن يشاء وأن يقسم بما يشاء من مخلوقاته. قال والعصر، العصر هو الزمان، فيه دلالة على أن رأس مالك، أعظم رأس مالك في الدنيا ليست الأموال. الفلوس بتروح وتيجي، ممكن تكسب وممكن تخسر وممكن تعوضها في لحظة واحدة، أما الزمان فلا يعوض. مفيش حد أبدا ينفع يقول أنا عايز أرجع الزمن لورا تاني، تعرفش ترجع للخلف أبدا. كل يوم يمر عليك لا يعود أبدا. لسان حال اليوم يقول لك كل يوم يا ابن آدم أنا يوم جديد على عملك شهيد. فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يبقى رأس مالك في هذه الدنيا هو وقتك هذا الذي ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل فيما أفنيت هذا العمر. ولذلك لأهميته قسم الله عز وجل به قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. إذا الإنسان لفي خسر يعني كلنا خاسرين،
إلا ما بعد الاستثناء، إلا من ما قبل إلا فهم خاسرون. إن لم تلتزم لما جاء بعد إلا فأنت خاسر، كلنا خاسرون إن لم نلتزم، سواء كنت غنيا أو فقيرا، ملكا أو صعلوقا، رجلا أو أنثى، كبير صغير، وجيه وضيع، الكل خاسر. إن الإنسان لفي خسر، يقول لك لفي. لكن هنا بثلاث أدوات للتوكيد على الكلام ده ليه وعلى كده. والعصر ده خسر من الله عز وجل، اسمه أسلوب توكيد. إن أداة من أدوات التوكيد، اللام لفي خسر، أداة من أدوات التوكيد. جاء التوكيدات ثلاثة بأهمية ما يأتي بعد ذلك. إن الإنسان لفي خسر. لفي ده ما قالش في خسران، قال لك لفي خسر، أي يحيط به الخسران من كل جانب. إيه الخسران في الدنيا؟ إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بعد الاستثناء. هو طريقك وهو طريقك إلى السعادة وهو نجاتك من النار. كل من لم يلتزم بهذه الضوابط الأربعة فهو خاسر عند الله عز وجل. قال إلا الذين آمنوا. الإيمان مسألة قلبية، تصديق قلبي بالله عز وجل، ولا يكون الإيمان إلا بالعلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن عليك من مقتضيات الإيمان أن تعلم أن لا إله إلا الله. تعرف على أسماء الله، تعرف على صفات الله عز وجل، تعرف على أسماء وصفاته وربوبيته وألوهيته، لكي تنجو من هذا الخسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان يلزمه دائما عمل صالح، لأن الإيمان مسألة قلبية يصدقها عمل الجوارح. يصدق الإيمان النطق باللسان والعمل بالجوارح، مش إيمانه بس قلبه. لابد أن يترجم هذا الإيمان إلى مسائل عملية وليس قلبية. وعمل الصالحات، إيه الصالحات؟ كل ما أمر الله عز وجل به من واجبات ومن فرائض هو من الصالحات. كل ما أمر الله بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الصالحات. سنن النبي صلى الله عليه وسلم هي من الصالحات. ومن العمل الصالح ترك المنكرات. كل ما نهى الله عز وجل وحصل منه الله عز وجل وحصل منه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من العمل الصالح. إذن العمل الصالح هو امتثال لأوامر الله عز وجل. ما يقولش التشهد الأوسط عن عمد وليس عن سهو، ده عمد سهو. كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم يرد العمل عليه، تعمد يصلي صلاة الظهر ثلاث ركعات عليه. شرط قبول العمل عند الله عز وجل أن يكون خالصا لله، أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الحق هو الطريق إلى الله عز وجل. قال العلماء الحق هو القرآن. قال العلماء الحق هو تذكير الجاهل إلى الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الحق هي دعوتك إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. الحق هو البلاغ عن الله والبلاغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا يعني تواصوا فيما بينهم، صدقوا بعضهم البعض، وتواصوا
الصبر. والصبر كما قال العلماء ثلاثة أنواع أعظمها أن تصبر على طاعة الله. أنت تصبر على المشقة كل يوم بتصلي كل يوم ربما تفطر لكنك تصبر. تصبر على مشقة الصيام. تصبر على مشقة الحج والعمرة. الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله تحيط بك الفتن من كل جانب وأنت صابر محتسب لاجئ إلى الله عز وجل وتقول كما قال يوسف عليه السلام معاذ الله حينما تتعرض للفتن أو للمحرمات تقول معاذ الله. اصبر على طاعة الله. اصبر عن معصية الله. إذا قدر الله عز وجل عليك المرض فهذا اختبار من الله اصبر عليه. إذا قدر الله عز وجل عليك فقدان الولد اصبر هذا ابتلاء